بيت مبني على الصخر، هذا العنوان الذي اتخذه اللقاء الأول من ضمن سلسلة أمسيات إرشادية روحية. ففي كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس في بيت لحم، وبمبادرة جديدة، أقام نيافة الحبر الجليل المطران مار أنتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي لأبرشية القدس والأردن وسائر الديار المقدسة لقاء روحيا عن الأسرة المسيحية والزواج تحت عنوان بيت مبني على الصخر، بحضور الأب بطرس نعمة كاهن رعية السريان الأرثوذكس وعدد من أبناء الرعية. وفي اللقاء شرح المطران عن الركائز والدعائم الأساسية للأسرة المسيحية الحقيقية التي تتأسس في البناء على الصخر، فالزواج هو السر المقدس لتكوين أسرة وعائلة صالحة. عندما يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، فما جمعه الله لا يفرقه إنسان. دوام الزواج لا يعني انه الزواج هو في حالة سليمة او الزواج مستقر على حالة سليمة. دوام الزواج قبل، يمكن بمجتمعاتنا قبل، وقت ما كان في هذا التطور وما كان في الميديا والسوشيال ميديا والامور الاخرى ومغريات الحياة عنا والاتعاب اللي عم نشوفها عنا، كانت ماشية لانه كان في شيء اسمه عادات وتقاليد وعيب وشو بدنا نعمل. بس اليوم وقت نوجد في مجتمعات خفت فيها هالعادات والتقاليد والعيب وشي اسمه عيب وحرام شو بدهم يحكوا الناس عنا. اليوم اي شاب بيقول مني الاول اللي ترك زوجته وطلق، والبنت بتقول ولا اخر وحده طلقت او تركت زوجي. انا بعتقد السبب الاساسي هو وجود الله او عدم وجوده في حياتنا. كنت عم بحكي اليوم بالمحاضرة أنه مؤسس الزواج والعائلة الزوجية والأسرة بالأحرى هو الله، وإذا أسس الله لازم يدير الله. إذا ربنا ما كان موجود في هاي المؤسسة اللي هي من أصعب أنواع المؤسسات الأرضية، إذا ما كان ربنا موجود كتير صعب أنه يداوم الزواج. ومداومة الزواج أو إدامة الزواج لا يعني في كل الحالات أنه زواج مؤسس أو بيت مؤسس على صخر. البيت المؤسس على صخر هو البيت المؤسس على ما يريده ربنا وغاية ربنا من الزواج. هذا هو الأساس بالموضوع. بالنسبة للتكنولوجيا هل أثرت؟ أكيد التكنولوجيا كل شيء. أنا أؤمن أنه ربنا صنعه لأجل الإنسان، يعني خلق السبت للإنسان وليس الإنسان للسبت. أما وقت بيصير الإنسان عبد للسبت أو الوصية خلقت للإنسان، بيجي الإنسان بيصير عبد للوصية وبده يطبقها لأنه ثقل وحامل على ظهره، أكيد رح يستخدمها بطريقة غلط. فكل التكنولوجيا الموجودة اليوم وجدت لأجل خير الإنسان، لكن مع الأسف هل يستخدمها الإنسان بطريقة صحيحة؟ هون لازم نحط big question mark، لازم نحط إشارة استفهام كبيرة على حياتنا مسيحياً وزوجيا. هل الله هو المؤسس؟ هل الله هو صاحب البيت؟ لأن الكتاب يقول إن لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناء. ويذكر أن هذا اللقاء هو انطلاقة لسلسلة أمسيات إرشادية روحية متنوعة المواضيع ستقام في الأراضي المقدسة والأردن. لنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة العذراء للسريان بيت لحم.